بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصلاه. تابعنا منذ لحظات المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري طبعا قبل انطلاق مباراه قبل النهائي بكره ان شاء الله الاهلي والترجي، مباراه في غايه الاهميه انتظرها الملايين مش بس داخل مصر ولكن خارج مصر في افريقيا كلها. الحقيقه شفنا درجات الاستعداد، شفنا الروح، حتى كابتن حسام يعني صدر لنا روح ايجابيه جدا وقال كلمه في المؤتمر الصحفي، قال ان كل مباراه لها حساباتها، وده ان شاء الله اللي احنا كلنا عارفينه واكيد الجهاز الفني عارف ده. شفنا التزام وقد ايه في المؤتمر الصحفي انه عايز يخلص بسرعه لان في معاه تدريب يحترم، لازم يكون في التدريب وكل دقيقه ليها ثمن في تدريب اليوم. شفنا كمان خبر جميل عرفناه، سعد سمير جاهز للمشاركه بكره ان شاء الله في المباراه، اصابته اطمنا عليها. يعني الحمد لله في اخبار يعني اتصدرت لنا تدعو للتفاؤل. كمان شفنا يعني لقطات من التدريب، يعني لقطات حيه او لايف من تدريب في ملعب رادس، الملعب اللي هيتقام عليه اللقاء، ودي برضو ايضا لقطات ما زالت بتعرض لحضراتكم من هناك في درجات استعداد. الحقيقه انا عايز اوجه رساله الان، يا ريت يا رب يكون اللعيبه سامعيننا، مباراه اللي زي دي محتاجه انكار ذات، لازم اللاعبين، مش مهم مين يلعب، مش مهم مين يأدي، مش مهم مين يجيب جون، مش مهم مين يعمل ايه، المهم ان احنا نطلع كالنادي الاهلي كسبانين. المباريات دي بتكسبها من على البنش. تاني بكرر، هذه المباريات اللعيبه الكبار اللي لعبوا مباريات على هذا المستوى عارفين كويس ان المباريات دي بتتكسب من نمره واحد من على البنش. البنش كله روح واحده مع اللعيبه اللي جوه، لازم يكون في درجات عاليه جدا من الروح والترابط والتلاحم خارج الملعب وداخل الملعب. بالشكل ده ان شاء الله هنمشي المباراه لبر الامان، وانا لسه بقول وقلتها، الاماني ممكنه والاهلي قادر ان هو يعملها، وشفنا ده كتير جدا مش بس مع النادي الاهلي، شفنا كتير ده مع فرق كبيره كانت خسرانه او احنا رايحين متعادلين. الموضوع موضوع روح، ان شاء الله كل التوفيق بكره لان هو ده الحدث الرئيسي والاساسي اللي احنا كاهلاويه كلنا متابعينه ومنتظرينه ان شاء الله. الحقيقه نرجع لحلقتنا، حلقتنا النهارده زي ما عودناكم كل يوم جمعه بنجيب لكم الجديد كله والاخبار الجديده في العاب الصالات، لان طبعا في مجهود كبير بيبذل في العاب الصالات والالعاب الاخرى، لازم نحط عليها الضوء وتركيزنا مع مباراه بكره. ما نسيناش ده ان احنا نبقى دايما يعني على توافق وعلى تواصل دايما باللي بيحصل في العاب الصالات. عندنا ثلاث فقرات النهارده ان شاء الله، هيكون معايا اسطوره الكره الطائره طبعا كلاعب كبير جدا وايضا مدرب خد خطوات كبيره في تدريب كره الطائره، هيبقى معانا كابتن حمدي الصافي، هيكون معانا بطل العالم في السكواش الكابتن كريم عبد الجواد، بطل العالم المصنف رقم واحد حاليا في لعبه السكواش، مضى هذا الموسم مع النادي الاهلي زي ما النادي الاهلي بيدور يجيب في الكوره احسن لاعبين في كل العاب، بيحاول يجيب احسن لاعبين. هيكون معانا في الفقرة الثالثة هيكون معانا كابتن عبد الله عبد السلام، نجم مصر واحسن صانع العاب في افريقيا واحسن صانع العاب في مصر كرة الطائرة، هيكون معانا. ومعانا محمد عبد المنعم، يعني نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر واللاعب صاحب الرجولة الكبيرة جدا، وشفناه يعني كان اصيب برباط صليبي منعم في بطولة افريقيا، والمناسبة بطولة افريقيا اللي فاتت في كرة الطائرة النادي الاهلي فاز على الترجي ايضا في ملعبه وسط جمهوره. يعني ان شاء الله يعني تكون الامور ماشية كما يعني نريد. الحقيقه لازم ارحب بضيف اللي طبعا معايا في الاستوديو، وهنبتدي معاه فقرتنا الاولى كابتن حمدي الصافي. زي ما قلت لكم اسطوره الكره الطائره، لما نتكلم عن الكره الطائره في النادي الاهلي لازم نتكلم على كابتن حمدي الصافي لانه اسطوره كبيره من اساطير كره الطائره في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم، انا سعيد طبعا موجود معاك النهارده وسعيد في البرنامج الجميل بتاعك ملوك الصلاه. منورنا يا كابتن، واحنا لما قلنا اسطوره احنا عارفين بنقول ايه، يعني انت كنت بتحببنا وما زلت بتحببنا في الكره الطائره، وانجازاتك كلاعب تتكلم عنك وانجازاتك كمدرب ايضا تتكلم عنك. الحمد لله، طبعا النادي الاهلي نادي كبير مليء بنجومه في كل الالعاب ودايما بيشرفوه في كل حته. طب كابتن حمدي طمنا على الفرقه، طمنا على الاخبار، حصل عندك طبعا فريق الاول لكره الطائره سيدات، في لاعبات اشتركوا مع المنتخب سواء المنتخب الكبير او 23 او المنتخب الصغير ايضا، طمنا الاخبار ايه، مين اللي جه مين اللي راح، وضع الفرقه ايه دلوقتي؟ والله احنا طبعا ابتدينا فترة الإعداد ما كانش موجود لاعبات الفريق الأول وفريق منتخب ال 23، ابتدينا طبعا باللاعيبة اللي موجودة اللي هي المجموعة المتبقية، وضمينا مجموعة من الناشئات معانا والشابات، كانت فرصة كويسة جدا إن احنا نكتشف اللاعيبة دولت ونشتغل معاهم في الفترة اللي فاتت ديت. الحمد لله في أكتر من عنصر ظهر بمظهر طيب جدا، هيكون له وجود الفترة الجاية طبعا مع نجوم الفريق اللي هم الدوليين.
عندنا رجع نهله سامح وشروق فؤاد اتمرنوا معانا فتره لمده اسبوعين ثلاثه لحد ما منتخب 23 يرجع، كانت فتره كويسه برضو ان هم يجوا يشتغلوا معانا. الحقيقه طبعا مش هيظهر الشكل الاجمالي او الكامل للفريق الا ان شاء الله في نهايه في نص 10 يكون المنتخب القومي الاول خلص بطوله افريقيا واكتمل الفريق تماما بعدد نجومه. يعني حضرتك كان اكيد المشاركات دي زي ما حضرتك قلت فيه لعيبات غابوا عن التواجد شويه وفي لعيبات كانوا موجودين، بالتالي المنتخب دلوقتي رايح كينيا لتصفيات افريقيا صح كده؟ المنتخب الاول رايح بطوله افريقيا في الكاميرون، دي مؤهله لكاس العالم ان شاء الله، اول فريقنا الاول والثاني يوصلوا كاس عالم باذن الله. صحيح، وهو كان معانا شروق ومريم الحقيقه وكانوا على امل كبير، البطوله دي بالنسبه لهم تمثل كثير يعني. طب كابتن قول لي يعني هتشارك في كام بطوله السنه دي؟ خطتك ايه؟ دايما بنحب نسال المديرين الفنيين الكلام ده عشان بعد كام شهر برضو بنقعد ونتذكر هذه الايام. الحقيقه طبعا النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عارف ان فريق الكره الطايره سيدات فريق بطوله، فريق بيشارك في كل البطولات، والمجلس الاداره يعني الحمد لله يعني موفر لنا الامكانيات اللي تساعدنا ان احنا نشارك في كل البطولات، فالطبيعي ان احنا ان شاء الله النهائي السنه دي عندنا اول حاجه البطوله العربيه في شهر ديسمبر هتبقى موجوده هنا في القاهره ان شاء الله، دي اكيد مشاركين فيها واحنا حامل اللقب. عندنا الدوري والكاس بتاعنا بتاع مصر ان شاء الله باذن الله في شهر ابريل هنستعد بقى عشان عوده البطوله اللي احنا فقدناها المره اللي فاتت ونرجع البطوله اللي احنا فزنا بها مرتين قبل كده ان شاء الله باذن الله ونعوض البطوله اللي فاتت اللي حصلت بطوله افريقيا ان شاء الله يا كابتن. وانا اعرف النادي الاهلي مقدم طلب تنظيم هذه البطوله. النادي الاهلي فعلا مقدم طلب تنظيم واحنا لسه ما خدناش الراي الاتحاد الافريقي وان شاء الله في امل كبير ان احتمال كمان ننظم بالنسبه للرجال والسيدات باذن الله في القاهره ان شاء الله. انا عارف ان الطايره بطوله عربيه رجال في تونس تمام، انما سيدات عندنا ان شاء الله في القاهره زي ما حضرتك ان شاء الله باذن الله واحنا حامل لقب وهي بتبقى بطوله افريقيا مصغره بتاعت البطوله العربيه. هي بطوله عربيه طبعا بتبقى عباره عن بطوله افريقيه مصغره، بيبقى اكتر منافسين لك الجزائر وتونس برضو موجودين، هيبقى فاضل اللي هو كينيا والكاميرون وتبقى بطوله افريقيه. ايوه بالظبط، فهي بتبقى بروفا لينا ونشوف قدراتنا ونشوف قوتنا قبل البطوله الافريقيه طبعا. ودي برضو لقطات يا كابتن كان من تتويج الكاس بتهيألي السنه دي الموسم الماضي. لا دي البطوله العربيه، انا اسف، دي البطوله العربيه اللي فاتت صحيح، البطوله العربيه في شهر ديسمبر اللي فات يا كابتن صحيح. الحمد لله ربنا وفقنا فيها وكان شهدت حضور جماهيري كبير، كان في الفاينل مع كان النهائي مجمع البطوله الجزائريه حاجه مشرفه جدا، جمهور الاهلي ملى الصاله وكان ليه عامل الرئيس للفوز. ليها قصه موضوع حضور الجماهير دي لما حضرتك كتبت على الحقيقه طبعا ميديا. احنا في بدايه البطوله كنا بنلعب ما كانش فيه حضور جماهيري كبير، فاللعيبه كانوا فرقه الجزائر فرقه قويه، فكان احنا يعني عارفين ان عامل الجمهور ده مهم لينا وعامل مؤثر بالنسبه لنا، فقلنا لازم يعني عملنا رساله للجمهور. الحقيقه الجمهور ما خذلناش وملى الصاله وتقريبا ده عندك على صفحتك الحقيقه الجماهير النادي الاهلي الحضور. الحقيقه المباراه كانت يعني اسهل مما تخيلنا وفزنا 3-0، كنا متوقعين طبعا المباراه تبقى اقوى من كده ولكن عامل الجمهور فرق معانا جدا الحقيقه. صحيح، طب يعني افهم من كلامك يا كابتن برضو ان بطوله افريقيا ان شاء الله اذا اقيمت على ملعبنا صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيره، شايف ان الجمهور هيبقى له دور كبير؟ اكيد طبعا، اي بطوله على ارض مصر او ارض النادي الاهلي بالتحديد وجمهور النادي الاهلي بيبقى الجمهور له نسبه كبيره جدا في الفوز، بتبقى يعني بتعادل اكتر 50% تقريبا او اكتر. صحيح. لان انت بتجهز الفريق فنيا وبدنيا وكل حاجه واعداد بدني واعداد مهاري واحتكاك وكل حاجه، بس الجمهور ده بيديك باور بقى، بيخلي الحاجات دي كلها تظهر، بيديك باور عالي جدا في المباريات وبيدي اللعيبه باور، بيخلي كل لعيب يأدي اكتر حاجه عنده. واحنا شفناك كنت لعيب يا كابتن، خد بالك برضه الجمهور كان بيفرق معاك جدا وكنت حامس وبتفاعل معاهم. الحقيقه طبعا الواحد عمره ما ينسى احلى بطولات حياته قدها في صاله النادي الاهلي، ياما فزنا ببطولات افريقيه في صاله النادي الاهلي وعمرها ما تتنسي طبعا. صحيح، وكنت بتتفاعل مع الجمهور جامد اكيد طبعا، بيبقى الاداء بيبقى ليه حاجه ثانيه خالص لما انت بتمتع الجمهور وبتادي اداء عالي فنيا وكده والجمهور بيتفاعل معاك، دي حاجه ملهاش حل. طب برضه يا كابتن انا يعني عاجبني بامانه ان يعني كلامك تفاؤل، كلامك دريان انت بتعمل ايه، لا يعني عندك خطه عندك تخطيط، ده مش غريب عليك يا كابتن. حتى لما كانت معانا مريم متولي اصابه مريم اصابه تراكميه تمام، ما جاتش نتيجه اصابه فجاه او حاجه، وحضرتك يعني فضلت انها تعمل العمليه الوقت ده، كلمني عن الاصابه دي والوقت ده ليه؟ الحقيقه احنا عندنا برضو خبره السنه اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت اتصابت ايه برضو الشامي تقريبا اصابه مشابهه ليها، فاحنا دايما بيبقى نمره واحد هدفنا مصلحه اللعيب،
مش هدف ان انا العبه واستفاد منه واضحي بيه، لا، نمره واحد مصلحه اللعيب، وعارف ان الاصابه هتقعد مده معينه، هستفيد باللاعب ده امتى. ايه الشامي حصل لها نفس الاصابه تقريبا او اصابه مشابهه، اديناها العلاج بتاعها واستنينا عليها في الادوار الاولانيه في الموسم، بعد كده رجعت اخذت احسن لعيبه في افريقيا. ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله مريم متولي باذن الله مخطط لها ان هي تبتدي معانا كمان تقريبا شهر شهر ونص التدريبات الاساسيه بقى بتاعه الفولي، وباذن الله باذن الله تبقى موجوده معانا على شهر 12 في البطوله العربيه ان شاء الله باذن الله. يعني حتى برضو وقت توقيت العمليات، يعني حضرتك بتقول لي ان انت برضو من الخبره قبل كده واضح جدا ان انت برضو متابع حاله يعني الصحيه للاعبات كلها، وعارف دي تلعب امتى وعارف دي تعمل. أكيد يعني طبعاً. عجبني جدا الموضوع ده. اكيد يعني طبعا احنا مرينا بالخبرات دي كلها ومرينا بالاصابات دي كلها، فمن الخبرات السابقه وطبعا الجهاز بالاتفاق مع الجهاز الطبي، عندنا جهاز طبي كويس جدا، عندنا دكتوره ايمان وعندنا كابتن سيد العلاج الطبيعي متابعين الحالات دي كلها، وبيدونا باستمرار تقارير عن الحاله البدنيه للاعيبه وحاله الاصابه وامتى تبتدي ترجع، وحتى لما بترجع ما بترجعش ما بدهاش فول باور، ما ينفعش نديها فول باور، لا، عمليه اعداد بدني برضو بسيطه ليها وعمليه مهاريه بسيطه لحد ما يعني ستيب باي ستيب تبتدي ترجع تدخل الفورمه بتاعتها. طب كابتن حمدي عملت ايه في اللعيبه المحترفه؟ اللعيبه المحترفه احنا وقع اختيارنا كجهاز فني على لعيبه من اوكرانيا اسمها كاترين، لعبه في منتخب اوكرانيا، احنا تابعناها لمده شهر السيديهات بتاعتها والماتشات بتاعتها، الحقيقه من اكتر من 20 30 لعبه اتفرجنا عليهم، هي اكتر واحده يعني تقريبا عجبتنا، هتبقى موجوده ان شاء الله باذن الله خلال اول اكتوبر للتوقيع. يعني هي لسه ما وقعتش ولا وقعت؟ لا، هي وقعت على عقد مبدئي، هتبقى موجوده في اول اكتوبر، هتقعد معانا اسبوع الكشف الطبي والمعايشه والكلام ده، بعد كده ان شاء الله باذن الله نعمل العقد. طب لما عرضتوا عليها انها تلعب مع النادي الاهلي المصري الاسم كان وصل لها؟ برضو بحب اقول الحاجات دي ليه، عشان بص هيثم مفيش لعيب اجنبي بيوقع كده وخلاص. صحيح. بيسال، بيدخل على النت يسال مين النادي دوت وتاريخه ايه وبطولاته ايه وشعبيته ايه. طبعا لما بتكلم باجي اتكلم عن النادي الاهلي غير اي نادي تاني طبعا، انا صحيح بمثل النادي الاهلي، فبتكلم طبعا النادي الاهلي الاكثر شعبيه، بطل افريقيا في جميع الالعاب معظم الالعاب، في الالتزامات الماليه يعني يعني الالتزامات بتاعتنا، مفيش شكاوي ضدنا في اي لعبه في الاتحادات الدوليه الثانيه، كل الحاجات دي بتاثر طبعا في طريقه التفاوض مع اللاعبين الاجانب. فاللعبة طبعا اي لعبه بتفاوض معاها بتسال على تاريخ الاهلي وشعبيته، بتدخل على النت وتشوف اللعيبه اللي قبل كده جات وبتسال، فطبعا الحمد لله سمعتنا جيده جدا طبعًا على مستوى العالم في جميع اللعبات الحمد لله. طب يا كابتن تعاقدت بحد جديد، حد كنت عايز ينضم للفرقه وفشلت التفاوضات؟ يعني برضو قول لنا الكواليس دي. بص يا اسامه، انا لما باجي افكر في التعاقد مع اي لعيبه لازم اتعاقد مع لعيبه مش موجوده عندي في قطاع الناشئات. برافو. يعني انا ببص في قطاع الناشئات محتاج مركز معين، ما لقيتهوش او ما لقيتش حد على المستوى اللي يرضيني كنادي اهلي وكبطل افريقيا وبطل عرب. برافو. فبتدي ابص بره، ولو بصيت بره لازم اجيب حاجه يعني حاجه مميزه جدا، لعيبه على مستوى عالي تبقى اضافه لينا، ايا الشامي اضافه قويه، فريده العسقلاني اسامي لا غبار عليها. فطبعا انا السنه دي فضلت ان انا ابص شويه في قطاع الناشئات، عندي كذا لعيبه ان شاء الله باذن الله هيبقوا اضافه لينا، في هياخدوا خبرات من زمايلهم النجوم بتوع الفريق، يعني هنسمع اساميهم المواسم القادمه باذن الله هيبقى لهم شان. احنا واثقين طبعا ان حضرتك بالاضافه طبعا للنجوم، يعني انا عندي النجوم ناشئات، عندي صحيح. عندي مريم متولي لسه ناشئه، لسه في تحت 18 سنه. صحيح. نور ياسين تحت 18 سنه، عم طلع لنا اسماء كتيره ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى ليهم. يعني عجبني جدا الاستراتيجيه اللي حضرتك قلتها، انا لا يعني مش هجيب حد، انا عندي ناشئات ماليين النادي وعندي مراكز كتير من حقهم علينا انه ياخدوا مكانهم. اكيد طبعا طالما عندي في المركز دوت ناشئات كويسه، لا ادعم بالناشئات وبعد كده ابص، لو ما عنديش ابتدي ابص بره. طب كابتن امتى هنشوف احتراف صريح للكره الطائره سيدات في مصر، احتراف صريح زي الولاد امتى؟ لازم البدايه، احنا لما ابتدينا في البدايه قبل كده في الولاد الاحتراف كان في زمان عصام معوض طلع احترف، بعديه حمدي الصافي، بعديه عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وهلم جر، ابتدى لحد الناشئين بتوعنا بتوع 23 و16 سنه وال19 سنه ابتدى يجي لهم وابتدى العين تبقى عليهم، فهي البدايه لازم يعني الاسطوره بتاعت مصر تهاني توسن للاسف ما حصلهاش نصيب واحترفت في دوله اوروبيه.
فلو كان حصل ده كانت هتفتح الباب لبقيه اللاعبات فهي البدايه بس لاعيبه واحده تطلع تحترف بره في دوله اوروبيه معينه، هيبتدي العين تيجي على الدوري المصري على اللاعبات المصريات تفتح الطريق لباقي اللعيبه. بس اسالك سؤال صريح يا كابتن، احنا عندنا في مصر مين شايف فيه الامكانيات اللي يقدر يحترف؟ يعني من غير مجامله اكيد، يعني انت شايف مش لازم يكون في النادي الاهلي حد. لا انا هتكلم على الـ على الـ على اللاعبات اللي عندي اكتر من لعيبه ممكن تحترف بره، امكانياتهم تاهلهم للاحتراف بره. يعني ولو جالها عقد ممكن تسيبها كابتن؟ طبعا لو جالها عقد عقد كويس جدا ليها وللنادي بتاعها نسيبها. لا دي حاجه كويسه لمصر ان يبقى عندنا لعيبه محترفه في اوروبا، وفي نفس الوقت تبقى هي هدف ومثل للعيبه الناشئات يقتضوا بيها ويبقى عندنا اكتر من لعيبه بعد كده. صحيح. طب قول يا كابتن برضه انا عايز اتكلم على حته دعم مجلس اداره، يعني يمكن الفتره اللي فاتت بشهاده الجميع يعني حتى اللي جوه النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي، يمكن العاب الصالات عصرها الذهبي. تمام. هو ده يعني لما حضرتك بتبقى عندك طلب عندك امور اداريه الحمد لله تطشود، انا عارف الدنيا ماشيه كويس، بتشوف دعم مجلس اداره ازاي؟ بتشوف الجهاز الاداري، بلاش المجلس نفسه، الجهاز الاداري يستجيب سريعا لطلباتك ولا في تاخير شويه؟ بص انا الفتره اللي مسكت فيها ثلاث سنين، اتكلم على الثلاث سنين بتوعي اللي مسكت فيهم، الحمد لله ربنا اكرمنا احرزنا 9 بطولات من 10 ما شاء الله، 2 افريقيا وثلاثة دوري وثلاثة كاس وعربية ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله معظم طلباتنا يعني أكثر من 99% من طلباتنا الحمد لله بتستجاب، سواء لاعبات محترفة سواء معسكرات سواء تدعيم داخلي من لاعبات مصرية. الحمد لله ما كانش فيه أي طلبات إحنا طلبناها واترفضت، لأن المجلس الإدارة عارف إن فريق الطايرة ده فريق بطولة بيديله الاهتمام وبيديله المعسكرات وبيديله التدعيم بتاعه وبيحقق له بطولة. صحيح. ده حصل في الثلاث سنين الحمد لله اللي فاتوا، مجلس الإدارة دعمنا جدا، إدارة النشاط الرياضي دعمتنا جدا، كانت واقفة ورانا حتى لما حصل إخفاق في البطولة كانوا أول ناس واقفين ورانا هم. صحيح. قالوا لنا أنتوا فرق البطولة أقفوا وارجعوا وهترجعوا وإن شاء الله البطولة الجاية بتاعتكم، وده اللي حصل. إحنا مش كده بس، النادي طلب كمان تنظيمها وطلب تنظيمها، ودي كانت ثقة كبيرة جدا فينا، حسست البنات إن هم لازم يرجعوا البطولة الأفريقية للنادي الأهلي. كابتن حمدي حتى أكيد كل الأسامي اللي موجودة في النادي الأهلي ليها احترامها ونجوم كبار، بس وجود حضرتك كمان مع فريق السيدات ده اكبر دعم حقيقه، يعني وجود كابتن حمدي صافي باسمه وخبراته وتراكم خبراته مع فريق السيدات. تمام. اكيد ده بيمثل من مجلس اداره اشاره برضو ان كابتن حمدي الصافي احنا مصدقين وعارفين القضيه وبندعمكم بكوتش قوي زيك. الحقيقه طبعا النادي ومجلس ادارته اشكر جدا، لان فعلا هتكلم على رياضه السيدات بالذات في الفتره الاخيره حصل فيها طفره كبيره جدا في مصر، سواء على مستوى المنتخبات او مستوى حتى الانديه، حتى اليد والباسكت دلوقتي شغال برضو. لا اليد عشان كنا بعيد قوي، اليد كنا بعيد، والباسكت البنات شغالين برضو في بناء فريق جديد وقوي هيشتغل في البطولات العربيه ان شاء الله والافريقيه بعد كده. فالنادي طبعا يعني انا حاسس ان الفتره اللي فاتت كان في اهتمام قوي بحته رياضه السيدات بالذات في النادي الاهلي، ولما النادي الاهلي ابتدى يهتم ووقف ابتدينا شفنا المنتخبات ابتدت تعلى. صحيح. في الفتره اللي فاتت برضو يعني طبعا حضرتك يعني طبعا زوجتك كابتن رحاب الغنام طبعا خاضت انتخابات اتحاد السله السابقه وفازت. تمام. على مقعد العضويه، ويمكن هي بنت النادي الاهلي طبعا واسطوره كبيره من اساطير كره السله. تمام. ده اكبر دليل ان رياضه السيدات في النادي الاهلي برضو زي ما حضرتك بتقول انها دخلت مكانها الطبيعي. اكيد طبعا احنا عندنا فريق الباسكت في النادي تاريخ، فريق الباسكت سيدات في النادي الاهلي تاريخ، فريق الطايره سيدات تاريخ، الهاندبول ابتدى يبني قاعده كبيره جدا من ناشئات الفتره ديت، ابتدى في منتخبات ال 16 وال 18 في نتائج عاليه جدا. انا سالت على ناس كثيره منهم من ابناء النادي الاهلي، لا في قاعده فرق سيدات جايه هتحقق انجازات. انا اعتقد ان شفنا منتخب مصر ال 23 نجومه، معظم نجومه يعني بالاضافه للانديه الاخرى معظم نجومه هو النادي الاهلي. صحيح. فحققوا برضه نتائج كبيره، اول مره يفوزوا في مباراه في كاس العالم كان في السنه دي، اتحققت السنه دي. وماتش الارجنتين بتهيألي ماتش الارجنتين كان دخلنا في حته ثانيه خالص، ماتش الصين 4-2 ماتش الارجنتين، يعني الفرق دي فرق عالميه ما كناش بنوصل معاها للمستوى ده. صحيح. متهيألي برضه يا كابتن يعني النادي الاهلي ليه باع كبير جدا في القصه دي، واكيد هو لما بيقف النادي الاهلي على رجله في امور كتير مصر كلها في منتخبات بتقف. دي معروفه النادي الاهلي اساسا يعني اساس منتخبات مصر،
طبعا بالاضافه للانديه الاخرى ما نقدرش ننكر كل الاحترام للانديه الاخرى، بس النادي الاهلي لما بيبقى واقف في لعبه على رجله بتقدر تشارك بمنتخبات مصر بقوه في اي بطوله وانت واثق او ضامن ان انت هتكسب بنسبه كبيره. طب قول لي يا كابتن، انت في الدوري المحلي اكبر منافس ليك السنه دي من رؤيتك ايه؟ هو اعتقد الشمس المنافس التقليدي بتاعي. في الزمالك داخل بقوه، عمل صفقات وعمل جهاز جديد وبيستعد كويس داخل السنه دي بقوه. هو الدجله اللي وقع مننا السنه دي، هليوبوليس راجع تاني يعني اعتقد الثلاث فرق دول يعني ثلاث اربع فرق هيكونوا. طب قول لي يا كابتن برضو، يعني طموحاتك محليا اكيد ان شاء الله احنا طبعا يعني افضل فرقه محليا، ازاي بتعالج الموضوع ده؟ ازاي غياب المنافسه الشديده زي الدوريات الثانيه بتتغلب عليها مع لعيبتك ازاي؟ بتقول لهم ايه؟ ازاي بتخليهم يوصلوا لمرحله ان هو ينافس نفسه؟ لازم في التدريب، لازم حل ان انا التدريب بتاعي لازم يبقى اشد من الماتش. يعني انا الاحمال بتاعتي وتدريباتي في خلال الموسم في الدوري وفي الكاس والكلام ده بعلي جدا الاحمال ديت، بحيث ان انا لازم اعلي المستوى والمنافسه بينهم في خلال التدريب بوصلها لمرحله بيبقى في حوافز وفي حاجات كده عشان منافسات بينهم دايما، لان هم كفرقه مستواهم عالي بعيد مثلا عن فرق ثانيه. فلما بعلي المنافسه بينهم مستوى بيعلى، لازم يحافظوا على المستوى اللي هم فيه ده، لان هم لو بصوا لمستوى المنافسه اللي هم فيها المحل اللي هيقعوا مش هيقدروا ينافسوا في افريقيا ولا العرب. طب كابتن خليني اخدك في حته كده بعيده شويه برضو، بحكم خبرتك والرياضيه الكبيره في كره الطائره ولعبت ماتشات حيويه كتير، رايك في ماتش الترجي بكره ايه؟ والله انا متفائل زي كل الاهلاويه. شكل الجمهور اللي كان موجود في اخر التدريب يحرك الصخر. صحيح. انا حاسس ان الكلام ده اتنقل للعيبه، عندنا خبرات كبيره جدا اتعاملت مع المواقف دي قبل كده. اعتقد ان روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي هتظهر في المواقف اللي زي ديت، وهي كانت الفيصل في البطولات اللي جت قبل كده، وان شاء الله تبقى الفيصل في البطولات. وجهه نظرك كده يعني ماتش بكره برضو خلي بالك مهم جدا ناخد اراء كل الفئات اللي في جوه النادي الاهلي، رايك ماتش بكره يمشي ازاي؟ يعني انت شايف لمصلحتنا نجيب جون بدري، لا لمصلحتنا الهدف يتاخر، لا لمصلحتنا ندافع، يعني انت السيناريوهات اللي تفضلها ايه؟ بص انا هتكلم من وجهه نظر كوتشنج، يعني يعني اكيد الكابتن حسام البدري مجهز كذا سيناريو للقاء. انت داخل اللقاء المتوقع ان انت يعني هيبقى في تقفيل في الاول من ناحيتين، بس السيناريو اللقاء ما حدش يعرفه غير ربنا. انت ممكن في اول اللقاء انت تجيب جون، هيبقى الكابتن حسام بدري مجهز سيناريو للكلام ده، ممكن يدخل فيه الجون هيبقى برضه الكابتن حسام مجهز سيناريو تاني. فهي اول ربع ساعه هتحكم سيناريو المباراه هتبقى ماشيه ازاي. الكابتن حسام بدري مدرب كبير ومحقق انجازات كبيره وقد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله يقدر يحقق لنا المكسب. طب انت شايف برضه، انا قلت يمكن في اول الفقره بتاعتنا حته انكار الذات اللاعبين، التلاحم خارج وداخل الملعب، شايف دي بيبقى ليها تاثير كبير ولا لا يا كابتن؟ طبعا ده دور اللعيبه الكبيره، كمان اللعيبه الكبيره بتوع النادي الاهلي هم بتوع الماتشات دي احنا يعني محترم بيقف ورا فرقته وقت الشده مش وقت الفرح بس، ما عندناش حته ان احنا مع الفرح معاك، لا في الشده بنبقى جمهورنا بيقف اكتر من الفرح كمان. صحيح. طيب ده ما يبقاش مؤشر ان احنا ممكن الجماهير ترجع؟ يعني هو عندنا امثله حيه، جماهير على الاقل الجماهير ترجع في ارض الفرقه المضيفه، يعني مثلا لو المباراه على ملعب النادي الاهلي يبقى جمهور النادي الاهلي، المباراه على ملعب نادي الاتحاد يبقى جمهور نادي الاتحاد، على الاقل نبتدي كده. يعني رايك تبتدي كده ولا يسمحوا للجماهير كلها تخش؟ يعني لازم يبقى في حل للموضوع ده. لا لازم نبتدي خطوه، هي الموضوع عاوز خطوه وخطوه ورا خطوه. نبتدي خطوه الجمهور اللي هو صاحب الملعب يبقى موجود، نبتدي نشوف الدنيا هتمشي ازاي، بعد كده نبتدي باعداد معينه وبعد كده ترجع الحياه طبيعيه. وبتهيألي يا كابتن يعني برضو امنيا البلد دلوقتي يعني في وضع تسمح بعوده الجماهير، يعني دلوقتي البلد الحمد لله استعادت عافيتها بشكل كبير. الحمد لله احنا عايشين في امان دلوقتي، مفيش مشاكل خالص. تقريبا حياتنا رجعت طبيعيه زي الاول، فان شاء الله باذن الله فاضل حته الرياضه والجمهور والكلام ده باذن الله ترجع. حتى ان البلد يعني اقتصاديا اكيد طبعا اكيد طبعا حاجه البلد قادره تدير طبعا. انت لما بتنظم دوري بجمهور دوت او رياضه بجمهور دي بتفرق معاك على حتى شكلك قدام الدول الثانيه باقتصادك، بتفرق كبير معاك. صحيح. طب كابتن انا برضو عايز ارجع لبطوله افريقيا اللي احنا لم نوفق فيها السنه اللي فاتت، يمكن يقول لك دايما الفرقه البطل ما بتتذكرش هي كسبت ايه، ولكن تتذكر
المباريات اللي خسرت فيها. يمكن المباراه قبل النهائي كانت مع نادي الشمس، تمام، كنا بنغطيه من الاستوديو هنا ومتابعين حضراتكم، يمكن حصل اوبدي كبير جدا للاعيبات قصدي. شايف السبب الرئيسي للهزيمه ايه بعد فتره بقى مرور الماتش والبطوله؟ اكيد انت حللت الموضوع. اكيد طبعا، اكيد طبعا. نمره واحد ثقه زي ده، كتر المكسب، مكسب ورا مكسب ورا مكسب، بيعمل حاله تشبع شويه عند اللاعبات، بيبقى في ثقه زايده، كل ده بيؤدي للاخر ان انت ممكن يجي لك يوم اوف داي زي ما حصل في يعني الماتش ده. يعني انت لو حللته 100 مره مش هتكرر السيناريو ده، بالرغم ان احنا كنا كسبانه قبل ما نسافر، كسبانهم كتير 3-0 3-0 في وقت قليل، من الرغم ان فريق الشمس ده فريق كويس جدا على فكره، ومعاهم مدير فني قدير، ومعاهم مدير فني كابتن نور قدير. مش معناه ان انا بكسب 3-0 ان هو فريق وحش، لا ده فريق كويس جدا، بس احنا كنا بمستوى عالي جدا قبل البطوله ديت، في شويه ثقه للاعبات يعني، حصل ثقه، حصل تشبع شويه عند البعض، يعني ظروف كلها تجمعت للاسف في الوقت ده. ما تحصل مره ممكن تبقى كله، هو جه حظنا في حاجه، حظنا في اليوم دوت، بالرغم ان احنا شفنا المباراه النهائيه بعد كده واللعيبه شافت كانوا في اشد الندم، لان هم عارفين امكانياتهم وتدريبهم وتجهيزهم، هم كنت حاسس ده في عيونهم ان هم فرطوا في حق من حقوقهم، ان البطوله كانوا هم الاقدر بيها وان هم كانوا يستحقوا ان هم يحققوها للسنه الثالثه على التوالي، ولكن هم فرطوا بالثقه الزايده بتاعتهم. درس طبعا، وانا حاسس ده موجود عندهم، وحاسس ان هم عاوزين البطوله اللي هي اللي جايه دي تيجي بسرعه عشان ينسوا البطوله ديت ويعوضوا ده البطل. طب كابتن خلينا اروح لحته ثانيه، يوسف حمدي الصفي يعني طبعا ابن الوز عوام، يعني يوسف شفناه في كاس العالم اللي فات ادى اداء كبير جدا وحصل على يعني جايزه كبيره من الاتحاد الدولي. يوسف مامته باسكت، بابا طايره، ايه اللي خلى يوسف يروح ناحيه الطايره، ولا انت مسيطر جامد؟ لا والله بص، يوسف برضو كان محظوظ ان هو لحقني وانا بلعب، يعني كان يعني في فتره كنت انا بستلم كاس احسن لاعب في بطوله الانديه الافريقيه في النادي الاهلي هنا، وكان موجود معايا في الملعب بيستلم الجايزه ومتصورين مع بعض فهو كان واعي شويه وشاف الحاجات دي، فالحاجات دي وشافني وانا بلعب وشاف ادائي وكان بيتفرج على ماتشاتي، فطبعا طبيعي ان هو هيميل شويه للطايره، فهو كان بيحب الطايره. وبعدين طلع يعني كل الناس بتقول هو نسخه مني، يعني صحيح فعلا، يعني كل الناس بتقول في الشكل وفي اللعب وفي اتمنى باذن الله هو، لو في صوره يعني نجهزها برضو ليوسف هيلاقوا كوبي بيست، بس يعني خد الطايره يعني بيلعب في نفس مركزك، بيلعب في نفس مركزي. وبعدين يوسف اخذ مني حاجه ثانيه خالص، انه بيحب التدريب قوي، بيحب الكره الطايره قوي وبيحب التدريب جدا، فهي دي برضو فرقت معايا، علت فكره، خليته يعني مش في نوع من اللعيبه بيحب الرياضه وكده، بس ايه ما يبقاش مقبل على التدريب قوي، يعني يزوغ من التدريب يريح، عارف الحاجات اللعيبه الصغيره، انا عارف، لا هو ما شاء الله عليه بيحب التمرين وبيحب الفولي، فديت مدياله بوش جامد. خد بالك هو في الملعب زيك برضو، يعني ما بيهزرش، انت كنت بتضحك في الملعب؟ لا انا ما كنتش اعرف اضحك، انا في الـ في الـ في الـ في المعسكر وفي الاوتيل حاجه تانية خالص، غير الملعب ما بعرفش اشويه. ما انا عارف هو جو طالع زيك، خد بالك احنا تابعناه حتى والله كان معانا، يعني مش فاكر كان ضيف من الكره الطائره برضو، كنا بنتكلم عن المنتخب فبقول لهم طبعا ابن الوز عمال لا انت انسى، ما تحطش يوسف حمدي الصافي، هو يوسف طالع حاجه زي باباه بالظبط، يعني هتشوف نفس القوه ونفس الرجوله، يعني مش موضوع ان باباه حمدي الصافي فالموضوع حاطط عليه الضوء، لا هو لوحده نجم ما شاء الله. والله يا ربنا يوفقه. تتمنى له ايه طيب يا كابتن؟ تتمنى له الاحتراف ولا تتمنى له ايه؟ يعني ايه اللي انت كان نفسك تحققه ما حققتوش تتمنى يوسف يحققه؟ بص انا نمره واحد اتمنى ان هو يحقق بطولات للنادي بتاعه اللي اتربى فيه، نمره واحد. تاني حاجة تتاح له الفرصة انه يحترف في اقوى الدوريات بره، لان انا جات لي الفرصة في اوروبا متأخر شوية. فانا اتمنى ان يوسف تجي له بدري شوية، يعني لان انا لو جات لي الفرصة بدري شوية كان الوضع اختلف معايا كليا. يوسف كم سنة دلوقتي؟ يوسف دلوقتي تحت 17. لسه صغير ما شاء الله. يعني هيكمل 17. فهو لسه قدامه، يعني الدوريات في اوروبا انت بتتمنى طبعا انه يحقق؟ طبعا اتمنى، بس طبعا بعد ما يدي النادي بتاعه، اكيد ده مفروض يحقق مع النادي بتاعه بطولات، بس يلحق نفسه يطلع بدري شويه، لان بره كل الموضوع ما كان بدري شويه بتفرق مع اللعيبه. صحيح. طب قول لي برضو، يعني هو ما بيفكرش يطلع جامعه؟ ما بيفكرش يطلع جامعه في امريكا؟ بص هو مشكله الجامعات في امريكا مش زي الباسكت، في الفولي الموضوع مش زي الباسكت، او الباسكت كويس، في السباحه ممكن تحقق مستوى عالي، في الباسكت، في الطايره الموضوع دراسه اكتر منه رياضه.
تمام. طب يعني اكيد يعني يوسف برضو حته ما بتكلمه في الكوتشنج مش بس التدريب، يعني هو شايفك وانت لعيب وشايفك دلوقتي وانت كوتش، اكيد بيتكلم معاه في خطط اللعب، اكيد بيتكلم معاه في الحاجات دي، الحاجات دي شايفها بتعلي فكره وبتخليه شايف الصوره كويسه كمدرب وكلاعب، ولا شايف دي ازاي؟ اه طبعا اكيد بتفرق معاه لما يجي، هو حتى هو يعني هو شخصيته يوسف ما شاء الله عليه يعني شخصيه متفتح، فلما بيجي يتكلم معايا هو بيجي يسالني ويجي ياخد رايي وهو لوحده كده من غير انا مثلا، معظم الابهات بقى انت عارف وخلي بالك مش عارف ايه واعمل ايه، لا يوسف لوحده تلاقيه هو جاي يا بابا حصل كذا واعمل ايه واسوي ايه وايه رايك لو الوضع كذا وحصل كذا. يعني اه، فهو ما شاء الله عليه يعني ملتزم وبيحب الكره الطايره، وان شاء الله باذن الله يعني يوفقه ويوفق اللعيبه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي كلهم ولعيبه مصر باذن الله. نروز عوام من ام والاب ربنا يوفقه ان شاء الله. كابتن حمدي لقائنا مر سريعا، بس قبل ما نختم مع حضرتك عايز رساله طبعا كل اللي هيجي معايا النهارده في الاستوديو ان شاء الله او انا اتشرف بوجودهم، هيبقوا عايزينهم يوجهوا رساله لفريق الكره الان في الترجي، توجه لهم رساله تقول لهم ايه يا كابتن؟ اقول لهم روحوا النادي الاهلي وروحوا الفانيلا الحمراء هي هتكون الفيصل بكره باذن الله. ان شاء الله كابتن حمدي نورتنا وشرفتنا، اسطوره طبعا كره طائره في النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا اثريت الحلقه بوجودك، شكرا جزيلا كابتن وجود لك في الفتره اللي جايه. شكرا كابتن هيثم، انا سعيد ان انا موجود معاكم في قناتنا قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اعزائي المشاهدين يعني لقائنا مع كابتن حمدي الصافي مره سريعه، ان شاء الله في فقرات ثانيه هنستقبل بطلنا كابتن كريم عبد الجواد بطل العالم في الاسكواش، لعبه احنا برازيلي العالم في هذه اللعبه، فاحنا جايبين لكم بطل العالم عشان نعرف ازاي وصل للمرحله دي، كمان عندنا تقرير استعدادات الفريق الاول لكره كره السله سيدات بنادي الاهلي، هنشوف التقرير ونرجع نستقبل ضيفنا كابتن كريم عبد الجواد بطل العالم في الاسكواش، ما تروحوش بعيد.